هذا العرض الكبير؟ ما هذا العرض المميز في هذه المعركة، في معركة الأصايل مع ذكار، مع ذكار الأعلزي، الأعلزي أبناء تبوك الورد، أبناء تبوك الورد، حامد بن حمدان بن حامد الأعلزي أبو سعود يقدم لنا العرض الكبير. سلام يا ذكار، سلام، سلام لتبوك الورد، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، أوصلت الذيبة بشعار بندر بن عيد بن نجم العطوي. المركز الثالث، أحضرت مشاهدينا الكرام العاصفة محمد بن راشد بن جلمود آل فهيدة. المركز الرابع، أوصلت مشاهدينا متابعينا الكرام حفلة المعيض بن محمد بن مانع الرزق العجمي. والمركز الخامس، أوصلت بالفعل اللي مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني سهل لوصول ذيقار مع أول المراكز، 7 دقائق 48 ثانية 41 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك ذيقار حامد بن حمدان العنزي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني بندر بن عيد بن نجم العطوي مع الذيبة، 7 دقائق 49 ثانية 71 جزءا من الثانية. المركز الثالث العاصفة وتوقيته 7 دقائق 51 ثانية 69 جزءا من الثانية لمحمد بن راشد بن جلمود آل فهيدة المري مع ثالث المراكز. المركز الرابع